أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدني في حلقة اليوم أن أستضيف المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع الباشا طبيك حول زيارة رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى كينيا، بالإضافة إلى ماذا بعد سيطرة قوات الدعم السريع لمدينتي نيالة والجنينة، والأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة أردمتا، بالإضافة لموضوعات أخرى. نحن برحب بك السيد الباشا طبيك المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع في راديو دابنغا، ونبدأ معك بزيارة البرهان في هذا التوقيت. وسبق الرفض البرهان رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن السودان باعتبار أن كينيا ليست محايدة وتأوي قيادات من تمردي مليشيا قوات الدعم السريع حسب تصريحاته. ما هو رأيكم في هذه الزيارة الآن؟ والله قراءتنا لزيارة البرهان لكينيا شكل أنه البرهان واحدة كان من أخطائهم ومن سياستهم الخارجية الخاطئة، أنهم عادوا كل دول الجوار، يعني حتى الدول التي كانت تنادي بإيقاف الحرب في السودان ويعني ساعد يعني لإيقاف الحرب، السياسة بتاع الناس البرهان الخرغدي عادت كل الدول، يعني دول الجوار. والآن بعد يعني التقدم قوات الدعم السريع على الأرض وسيطرتها على كثير جدا من المواقع، وأصبح الجيش السوداني لا يستطيع تحقيق أي انتصار على الأرض، وكل الحسابات تؤكد بأن لا خيار غير التفاوض وغير السلام. لذلك الآن البرهان استجاب لكل الضغوط الدولية وال يعني مساعي الدول الساعية لإيقاف الحرب في السودان وإيقاف يعني وقف إطلاق النار. لذلك الآن ذهب إلى كينيا لتحسين علاقاته مع كينيا، باعتبار أنه الرئيس الكيني هو رئيس يعني الدورة الحالية تقريبا للاتحاد الأفريقي. لذلك هو الآن يسعى في تحسين صورتهم خارجيا، بدأ بدول الجوار، يريد أن يجد مخرج لل يعني من المأزق الذي يعني أدخل فيه الجيش الآن، وهو لا يستطيع تحقيق أي انتصار على الأرض، وتأكد تماما أن لا حسم لهذه الحرب إلا التفاوض. فلذلك هو الآن ذهب إلى كينيا لتحسين صورتهم أمام الدول الجوار والسعي لإيجاد مخرج ولإيجاد أو توسط يعني الدولة الكينية والرئيس الكيني لإنهاء هذه الحرب. وعلى حسب يعني قراءتي أنا لهذه الزيارة، هي تمت تقريبا بمبادرة من الرئيس الجنوب السوداني الرئيس الفاكير مياردت، والذي يعني قام بهذه المبادرة وسعى لتقريب وجهات النظر بين الرئيس الكيني والبرهان. وكل دول الجوار تعلمين هي الآن خطها يعني يتطابق تماما مع منبر جدة ومنبر التفاوض الذي يعني يسير الآن في جدة، وكل هذه الدول تسعى لإيقاف الحرب. سعادة المستشار، يمكن ذكرت هنالك زيارة لرئيس جنوب السودان مؤخرا إلى جمهورية مصر، وأيضا ذكرت أن زيارة الفريق البرهان إلى كينيا جاءت بتوجيه أو إيحاء من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مياردت. ما الدور الذي تريد دول الجوار إيصاله، وهل تبحث دول الجوار عن دور في مفاوضات جدة؟ دول الجوار هي من قبل أكدت أنها تدعم منبر جدة، تدعم منبر المبادرة الأمريكية السعودية، وهي الآن داعمة تماما لهذا المنبر. لذلك الآن هم يسعون أن يعني يتكامل دورهم مع دور المبادرة الأمريكية السعودية، وهم الآن يعني أدركوا أنهم لازم يقوم لهم يكون لهم دور
في هذه يعني عملية في عملية التفاوض، ويسعون الآن بكل ما يملكوا من قوة باعتبار أنه يقربوا وجهات النظر ويعني يضغطوا على كل الأطراف للاستمرار في منبر التفاوض يعني بجدة لتحقيق يعني وقف لإطلاق النار ولفتح المسارات الإنسانية ومن ثم الانطلاق في حوار سياسي في المرحلة القادمة. السيد المستشار، ما هو تعليقكم حول زيارة الفريق البرهان إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا ولقائه ولي العهد السعودي، وأيضا من قبل يعني أعلن رفضه تلبية الدعوات التي وجهت له؟ أستاذ الكريم، أنا أفتكر أنه الآن البرهان رضخ لمطالب المجتمع الدولي، لأنه هو كان رافض أنه يزور المملكة العربية السعودية باعتبار أنه كانت لديهم مطالب قدموها للجانب السعودي، لكن الآن بهذه الزيارة تأكد تماما أن البرهان الآن استجاب للمطالب الدولية، والآن مش ذهب يعني في الاتجاه الصحيح، وأبدى يعني مرونة كاملة في أنه يرصع يعني للرغبة الدولية والإقليمية في إنهاء الصراع يعني في السودان. والآن هو أيضا يعني قد يكون بدأ يعني في الفترة الأخيرة في جفوة تقريبا غير ظاهرة بينه وبين الإسلاميين الذين كانوا يسيطرون على الوضع ويسيطرون على القرار داخل الجيش. هو الآن تأكد تماما أن إذا مشى في هذا الاتجاه، اتجاه يعني الإسلاميين المتطرفين وعلي كرتي و يعني قيادات النظام يعني المبعد، لا يعني يجد طريق يعني يخرج من هذا المأزق. لذلك الآن هو يبحث عن بصيص أمل في هذه المرحلة للخروج من هذا المأزق ولتبييض وجهه أيضا أمام المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي الذي يعني يحادي السودان. السيد المستشار، هل من زيارة قريبة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي إلى جدة؟ وخاصة يعني تواتر في وسائل التواصل الاجتماعي إنه تمت دعوته من قبل الوسطاء لزيارة جدة لحسم ملف التفاوض والوصول لسلام وإنهاء الحرب؟ القائد العام لقوات الدعم السريع هو الآن لديه وفد مفوض تفويض كامل من قوات الدعم السريع، ويعني يجري التفاوض في جدة، ولا يعني ليس هنالك حوجة لظهور القائد العام لقوات الدعم السريع الآن في منبر جدة، لكن في الزمن المناسب وبالتأكيد سوف يحضر إلى منبر جدة، ويعني حسب الظروف المتاحة والتقدم في التفاوض والوصول الى اتفاق. لكن في الوقت الحالي لا توجد ضروره لظهور القائد العام لقوات الدعم السريع في منبر جده. نعم، هو متواصل مع كل قاده الدول، ومتواصل مع الدول المبادره يعني مبادره جده، الجانب الامريكي والجانب السعودي وكل الدول الداعمه يعني للسلام. السيد القائد لديه اتصالات مباشره مع كل قاده الدول، وهو الآن ليس معزولا أو في جزيرة معزولة عن العالم يعني، فهو الآن يتواصل مع كل المحيط الإقليمي والدولي يعني. نعم، السيد المستشار، يمكن مدينة نيالة تشهد هدوء ومدينة الجنينة أيضا، ما هي الخطوة المقبلة؟ هل نشهد تنفيذ لما جاء في خطاب القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق حميدتي بتشكيل حكومة مدنية محلية في مدينتي نيالة والجنينة في الأيام المقبلة؟ هدوء كامل، وهي الآن تعافت تماما وماشية في الاتجاه الصحيح باعتبار أنه تخلصت من قيادات الفرق التي يعني كانت تجسد على صدور المواطنين وكانت تحارب المواطنين وتدمر بيوت المواطنين، لكن الآن المواطن تنفذ الصعداء وهنالك عمليات كبيرة جدا لإصلاح المياه، خطوط المياه والكهرباء وإعادة الحياة الطبيعية إلى هذه المدن. وكما يعني يشاهد الجميع في الأيام الماضية يوجد استقرار تام وتوجد حركة مدنية يعني بصورة سلسة جدا لقضاء المواطنين إلى حوائجهم، ووجدت هذه الخطوة ارتياح كبير جدا وسط الـ يعني المواطنين، وإن شاء الله سوف يكون في يعني مزيد من تجويد العمل وتجويد يعني الخدمات للمواطن،
أصل يعني أيضا محاربة كل الظواهر السالبة ليعيش يعني المواطن في كل هدوء وبكل استقرار بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن الآن لا نقدم على تشكيل أي حكومة، لكن هنالك إدارات تنفيذية موجودة في هذه الولايات، وأيضا هنالك يعني مجالس حكماء للمواطنين هم ينسقون مع الإدارات التنفيذية لإدارة هذه يعني المدن. وقوات الدعم السريع فقط هي تشرف على هذه العملية، لكن ليس لدينا أي نية أو اتجاه إلى تشكيل حكومة في هذه الولايات. السيد المستشار، حول التزام جد الإنساني الأخير، ما هي الترتيبات من قبلكم لتنفيذ ما تم بخصوص العمل الإنساني على الأرض؟ نحن الآن في قوات الدعم السريع ملتزمين تماما بما يعني خرج من تفاهم في منبر جدة، وأصدر السيد القائد يعني قرار بتشكيل وحدة تنسيق العمل الإنساني، والآن قامت يعني بمباشرة مهامها، وكل الالتزامات التي يعني وردت في هذه الاتفاقية أو هذا التفاهم نحن في قوات الدعم السريع ملتزمين بها تماما بإذن الله سبحانه وتعالى. السيد المستشار، نحن وصلنا لختام حديثنا، هل من رسالة أخيرة تريد إيصالها؟ الرسالة الأخيرة أوجهها للمجتمع الدولي، كل المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام، أن تفرض حظر طيران على قوات البرهان الإنقلابية، وتحد من استهدافها للمواقع الاستراتيجية والخدمية للمواطن، وأيضا البادرة تدمير الجسور هي مؤشر خطير جدا، ويؤكد إفلاس ويأس قوات جيش البرهان الإنقلابي بأن ينفذ سياسة الأرض المحروقة. لذلك على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا ويفرض حظر طيران على جيش البرهان يعني الإنقلابي، والدفع بعملية السلام إلى نهايته، لأن المواطن الآن عانى من ويلات هذه الحرب وتضرر كثيرا، ويعني تفرق الشعب السوداني بين الدول وبين الولايات، الآن يعاني من ظروف سيئة جدا يعني. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق في برنامج حديث اليوم، وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساحة أخرى، لكم تحياتي فاطمة بريمة.